دكتور حسام، يعني احنا عددنا دلوقتي عدد الاصابات الحقيقه يعني في تصاعد احنا ما شفناهوش قبل كده حتى في بدايه فيروس كورونا. احنا الحالات تخطت ال 2000 حاله يوميا، حتى حالات الوفيات للاسف كمان ارتفعت. هل ده يا فندم مؤشر ان احنا في ذروه الموجه الرابعه؟ هل ده ايضا مؤشر على انه الناس اعتمدت فكره انه حده اصابات المتحور اوميكرون اقل حده من المتحورات السابقه فبقت بتتعامل عادي؟ يعني عايز اعرف من حضرتك اولا وضعنا الوبائي، وايضا هذه الارقام معناها ايه؟ طيب، هو مما لا شك فيه ان هناك ارتفاع في معدلات الاصابات، وده جزء من وجود التحورات، انه المتحور الجديد قدرته على نقل العدوى والانتشار اعلى من قدره المتحورات السابقه. وإن إذا كنا بنتكلم على إنه متحور دلتا المصاب بيه يستطيع أن ينقل العدوى إلى 7 أشخاص تقريبا، فإن متحور الأوميكرون ممكن ينقل العدوى إلى 16 أو 17 شخص من اللي حواليه. وبالتالي هناك ارتفاع في المعدلات، وده نتيجة منطقية للتحور اللي حصل. ده كمان ده الارتفاع الرسمي، يعني ده الارقام، عفوا الارقام الرسميه المسجله في وزاره الصحه. لا، دي الارقام اللي بتدخل، او مش اللي بتدخل، اللي بيتم الكشف عليها في المستشفيات. لكن الناس اللي ما عندهمش اعراض، الناس اللي عندهم اعراض خفيفه فما بيعزلوا نفسهم في البيوت، الناس اللي بتكشف بره، الناس اللي ما بيتمش رصدهم بشكل رقمي يومي، لكن بيتم رصدهم بشكل مجتمعي. احنا عندنا نوعين من الرصد، رصد لمن يحتاج انه يدخل مستشفى، سواء كانت المستشفيات ديت حكوميه، جامعيه، صحه خاصه، وده اللي بيتم الاعلان عنه بشكل يومي. وفي رفض للاصابات في المجتمع من خلال عينات عشوائيه بنعملها، لكن هناك اصابات من غير اعراض بيقعد في البيت، او اعراضه خفيفه بيقعد في البيت.